بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تهيكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قدم فخامة الرئيس دكتور عارف علوي ودولة رئيس الوزراء عمران خان التحاني لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد النحيان لمناسبة عادة انتخابه، وأشاد فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بالقيادة الفضة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإضافة بأن الرئيس المنتخب قدم خدمات جليلة من أجل تنمية واستحواذ الإمارات. وبهذه المناسبة جدد الرئيس ورئيس الوزراء التصميم على تعزيز العلاقات بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. عقد في مبنى البرلمان في اسلام اباد اجتماع الحزب الحاكم حزب حركة الانصاف احزاب البرلمانية المتعلفة معه وتراسه الاجتماع دولة رئيس الوزراء عمران خان، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في البلاد والامور المتعددة الاخرى. وتم إطلاع المشاركين في الاجتماع بشأن تسنين القوانين من قبل الحكومة والخطوات التي اتخذتها بشأن توفير العدالة السرية حسب قد أوجز المساعد الخاص للصحة الدكتور زفر ميرزا حول أهم نقاط مشروع اللجنة التربية والإصلاحات التي استحدثها الحكومة في مجال الصحة. استقبل رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوة في مقر قيادة الجيش المدير العام للأركان العسكرية العالمية للناتو الفريق هانس ورنا، واستنادا إلى قسم العلاقات العامة في الجيش. فقد تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني في المنطقة. هذا وقد أشاد المدير العام للناتو بدور الجيش الباكستاني من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة. ذكرت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء حول الباحث والإعلام الدكتورة فردوس عاشي غوان في حديثه غير الرسمي لوسائل الإعلام بأن مسير الملا فضل الرحمن ليست شعبية بل للمصالح الشخصية، وأن سياسة الاتصامات والفوضية ليست من مصلحة الشعب. وقال بأن البرلمان هو السلطة العليا للجميع، وأن باب المفاوضات من قبل الحكومة مفتوحة دائما. وأضاف بأن إنصار الملا فضل الرحمن يأخذون في تحت السماع والملا على الفرشافة هو أمر متخذ جدا. وأضافت بأن الحكومة تواصل طريق الإصلاحات. يواجه المتشاحدون في اسلام اباد من انصار جمعية علماء الاسلام المشاكل بسبب حصول الامطار على فترات منطقتها وازدياد البرد، ويقول الملا فضل الرحمن بان انصار التجمع التزموا باحترام الدستور والقانون ولم يعبروا عن اي نوع من القدوة. دافي بان الانتظام والتقييد بالقواعد والانصار سلميا ارسل اتباعا ايجابيا في وسائل الاعلام الغربية. قضاء أربعة قضاء في إطلاق نار في إقليم لاهور الأفغاني، واستنادا إلى المسؤولين فتح مسلحون النار على سيارة في منطقة محمد آغا على سعيد أخرى خلدي. انفجار لغم في إقليم آباد غيز قضى ستة من عناصر الأمن والأصيب العديد. عربت أن أمريكا أن ردود فعل شديدة إذا أعلن إيران بالقيام بالملعج حزة القوات الطاردة المركزية بغاز اليوم. ودرك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن تعازي إيران أن مسؤوليات المرتبطة بالاتفاق النووي خطوة كبيرة في التجاد القضية، وتجدر الإشارة إلى أمريكا كانت قد استحبت في العام الماضي من اتفاقية إيران مع الدول العظمى المبرمة عام 2015 التي اشترطت على تشغيل مكاين القوات الطاردة المركزية بدون استخدام الغاز. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thanks for watching and subscribe to our channel.